شويه صرا اليوم غالي بزاف اخويا. انا براسي راجل طلعت انا وليدات نتخدى شي حوالي ساعه ما تما مناسب ما لقيتش بحال دابا بالنسبه لي من الصباح وانا كنطر مازال ما شريت. انا ملي طلعت مع 9 الصباح وانا عيطت من الدار ما كاينش زاد قليله قليله زاد 1000 درهم على العام اللي داز. هذا العام غالي بزاف اخي لا حول ولا قوه الا بالله. صافي ما شفتش اخويا عباد ديال الصبليون ما شفتش الشغيب اللي بحال دابا انا ياسي وغالي انا ياسي واخا ديال المغرب غالي بزاف. العافيه العافيه ما كاينش علاش حطيت ديك كل قطيط كنقول لك 34 40 ما كاينش راه من 6 الصباح الانسان كيدور وحنا مازالين هنايا هيا 6 د 20 ولا 7 د 20 حنا مازالين ما كاين حتى شي حاجه الغلا العافيه العافيه لا اله الا الله. ايوا معدي النص بالنص على العام الاول وب 50 50 52 اه خروفه اللي ما فين كناخذوها ب 14 16 14 16 ما فين كناخذوها دابا هي معدي 50 الله يسلم الاول الجميع. الغلا خويا الكونه بالغلا شو هذا حولي ديال 50000 هذا من الصباح حنا كندور من الصباح من 9 الصباح وانا كندور انت راه الكونه بهذا الغلا. الدرويش ما بقالوش فين يزيد الكو الدرويش ما بقالوش فين يعيش كاع زاد فوق 1000 درهم و500 هذا ما خصوش يتعدى هذا 24 26 ها هو ب 50000 ما كيقولوا غالي وحنا عاوتاني ما ساركينش وراه كيقول الغلا والغلا راه من العام من العام الاول من العيد الكبير كنا كنشريو الخروف ب 30 الشهر الجاي نشريوه ب 40 الشهر الاخر نشريوه ب 45 حتى ل 50 زايد شي ما عمرنا شفنا هذا العام والعام زايد والعام غالي 5 دراهم العام كله النخاله دايره 4 دراهم والعام الاخر كله داير 5 دراهم 90 ريال وبنادم ما خارج كيكون عنده افات كيموتوا له حواله كيموتوا له حواله كاين اللي كتحصر كاين اللي كيموتوا له 4 و5 مثلا 4 و5 مثلا بحال 60 60 راه 1 مليون ونص اقسم انت على البقيه الاخرى الله يحسن العوان. اخويا السوق كاين ثمن انا فاز زعما ثمن مرتفع ولكن الاسباب ديال الارتفاع هو ان الخروف هذا العام غالي الخروف تقريبا كنا تنشريو ب 25 26 هذا العام شرينا ب 45 عاوتاني العلف حتى هو الثمن ديال العلف غالي كنا تنعلفوا ب 60 ريال الكيلو هذا العام 100 110 الكيلو هادو هما الاسباب اللي خلات الغلا يكون في السوق والله يسر الامور الجميع هذا هو اللي كاين. هذا العام الصبا ما جات شاي والقضيه ناقصه فلاح العلف ما كاين شاي كنعياو نعلفو ما كيبان شاي الدعم قليل بقينا هكا كنا الامر ديال الله حنا كنجيبو حنا كنجيبو حنا كنبيعهم باش ما كتب الله دابا كنا كنبيعو ب 60 ب 50 46 اللي عطاونا كانوا الكربون بحال هذا مكان ديال هذيك ما مستبدل انت بحاجه حنا فلاح حنا فلاح حنا فلاح يعني كاملين ديما ما كنصورش شي حاجه.